فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك من يقول إن الحق لا يعلم، هو مع من؟ هل هو مع المسلمين أو اليهود أو النصارى؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا ردته واضحة، يعني ما يعرف الحق من الباطل مشتبه عليه. نعم، مع أن الله قد بيّن في كتابه وسنة رسوله، بيّن الحق من الباطل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.